شهدت مكتبة ديوان حفل توقيع كتاب مصر الكبرى للكاتب الصحفي أحمد المسلماني، وكان من الحضور العديد من المثقفين والشخصيات العامة. هو بيجمع فصول عن مصر الصغرى، مصر في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، الأخطاء الكبيرة اللي وقعنا فيها والأوضاع المؤسفة اللي كنا عليها، ومصر الكبرى هو مشروع للمستقبل، كيف ننتقل من وضع دولة أصبحت عادية في السنوات الأخيرة إلى دولة ينبغي أن تكون أفضل من ذلك بكثير. هو مشروع يبشر بدور ريادي حقيقي وقيادي حقيقي لهذه المنطقة الخطيرة من العالم. هو مشروع بناء جمهورية، لأن في العالم كله كيف نفكر في بناء وطن وكيف نفكر في بناء جمهورية. أول حاجة تشخيص، إحنا دلوقتي مصر الصغرى مش وضعها التاريخي العظيم. تاني حاجة إزاي نعالج ده، وبعدين إزاي نصل إلى مستوى الدول المتقدمة اللي هو وضعنا الطبيعي، كيف تعود مصر إلى وضعها الطبيعي. فأعتقد الكتاب بيحاول أنه يفتح آفاق لذلك، لكنه يضم أيضا فصل أكاديمي عن حركة المؤرخين الجدد اللي دعيت إليها قبل كده. نحن نعيد النظر في تاريخنا في إطار تصالحي وإطار وطني. والله الأستاذ أحمد المسلماني، يعني رغم أن شهادتنا هتبقى مجروحة لأن احنا أصدقاء، يعني هو ليه صداقات كتير يعني، لكن هو كاتب متميز جدا وبيحظى بقبول شديد جدا بين السادة القراء والسادة المشاهدين، لأن يعني بقى معروف على المستوى العام بشكل مكثف يعني. وإحنا بنهنيه النهاردة على كتاب مصر الكبرى، ودايما دايما يعني بنحيي فيه إصراره وعزمته، وإن شاء الله يعني نيجي برضو في الكتب القادمة ونشجعه يعني نعمل مزيد من الأعمال يعني.